الآن المنتخب العربي الوحيد اللي قدم نفسه بصورة جيدة قوي هو الجزائر. صحيح الفرقة اللي بتلعب قدامه مش غير عادية اللي هي كينيا، ولكن الشكل العام دفاع بيقول عندهم كورة، لعيبة عندهم فراودة كتير، عندهم مدافعين جيدين جدا، عندهم باكين طرف هايلين اللي هو يوسف عطال لعيب كويس قوي يا استاذ، ده صغير في السن، ده عنده اول مره باين يلعب كاس امم افريقيا. لعيب كويس حاجه بس ال 70 ده الظهير الايسر. فهم عندهم فريق متكامل. نعم. المغرب ما ظهرتش بصوره كويسه قوي، بس احنا بنتكلم خدت ثلاث نقط. خدت ثلاث نقط، ما دي مهمه. الناس اهدى شويه. الجزائر بغداد بنجاح عنده طبعا نجم مانشستر سيتي، رياض محرز. طبعا رياض طبعا حاجه يوسف البلايلي برضه. يوسف البلايلي نجم نادي الترجي، حاجه ولا اروع من كده. فرقه مكتمله عندها حتى لما 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 بتيجي تتفرج على 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 الضغط العالي اللي بيعملوه على الفرقه، ضغط عالي تحسسك انها ممكن تذهب بعيدا في كاس الامم الافريقيه. هو ده فرقه الجزائر، افضل كتير من اداء المنتخب التونسي، وهنتكلم عنه بعد في المباراه الثانيه، في المباراه اللي لعبت وافضل من المغرب. على الرغم ان المغرب انا كنت منتظر منهم اكتر من كده. المغرب من ايران صديقه انقذ الموقف وحصل على ثلاث نقاط عبال بس ما يرتبوا اوراقهم. جون في الدقيقه 90 ده يعني انا كنت متوقع من خطأ الاسماء اللي موجوده فرقه المغرب اللي انا قلت عليها، سواء حكيم زياش مثلا، زياش يعني مبارك بصوفه لعيب عالمي، يوسف النصيري، عندهم مدرب حصل على بطولتين مع منتخبين مختلفين، عنده خبرات عاليه جدا جدا في البطولات الافريقيه، ما ظهروش بالمستوى اللي انا منتظره منهم. تمام. على فكره ده شيء صحي بالنسبه للفرق العربيه او للفرق البطوله كلها. لما تيجي تشوف نيجيريا نفس الحكايه ما ظهرتش. لما تيجي تشوف يمكن كوت ديفوار مش بنفس القوه اللي انا كنت منتظرها برضو. انما لما هتشتغل البطوله وتبتدي تخش الماتشات وفورمه الماتشات بالنسبه للعيبه وفورمه البطوله نفسها، اعتقد المستوى هيعلى اكتر من كده. مال بالماضي يعني اعتقد انه من المدربين انه الجزائر ليها فرص كبيره في افريقيا بفضل جمال بالماضي، لانه مدرب محنك، مدرب وطني، عارف يلم اللعيبه بشكل كويس جدا. بعد الاعلام بشكل كبير عن سنه صغير، الاعلام عن منتخب جزائري مد انطباع للناس انه الجزائر مش راح تجيب كاس عالم، مش راح تجيب كاس الامم. الجزائر راح تلعب بقوه وبشرف وبتاع. فاعتقد انه من تصريحاته ومن التركيز اللي حصل، عمله معسكرين قبل الامم الافريقيه، واحد في قطر واحد تاني في دبي، لا مركزين بشكل كبير جدا. عندهم قماشه كمان تقيله من اللعيبه، وعلى كواليتي عالي من اللاعبين، رياض محرز، عندهم بغداد بنجاح يعني مهاجم سفاح. صحيح. لا عندهم اكثر من لاعب يقدر يصنع الفارق، فاعتقد من المنتخبات القويه جدا جدا جدا. طبعا دي تدريبات المنتخب المحارب الصحراء، المنتخب الجزائري الشقيق، نتمنى له كل التوفيق في هذه المنافسة، هو أيضا والمنتخب المغربي والمنتخب التونسي، وأتمنى المنتخب الموريتاني أيضا الشقيق أنه هو نتمنى يستطيع يعني أنه نتمنى هو يعبر دور المجموعات.